هل الاستفتاح يقال في النوافل أم في الفرض؟ هي في الفرض بالضبط مش في التالي. الفرض بالضبط. الغالب في هذه الصلاه أن الاستفتاح إنما يكون في الفرائض. وكان كثيرا في النوافل ما يقول الله أكبر فيبتدئ بالقراءة ولا يقول الله بان بيني وبين خطاياي. يعني الله بان بين خطاياي في الفرائض دون النوافل. الله بان بيني وبين خطاياي في الفرائض دون النوافل.